ده كان آخر كلامنا النهاردة في برنامج الجدعان، ولكن حضراتكم اسمحوا لي قبل ما انهي حلقة النهاردة أتكلم عن حكاية 51 وكالة للخضر والفاكهة في قلب مركز ومدينة بسيون في محافظة الغربية. الناس كانت الوكالات بتاعتهم في قلب مركز ومدينة بسيون، كانوا عاملين ازدحام كبير جدا. من هنا تفاوض معاهم جهاز مدينة بسيون، من فضل حضراتكم هنديكم أرض بديلة خارج مدينة بسيون لإنشاء الوكالات، والأرض هتكون بحق الانتفاع أو بمقابل انتفاع زهيد جدا في مقابل تجهيز هذه المنطقة لوكالات الخضر والفاكهة. يعني حضراتكم اللي هتبنوا وهتقيموا هذه الوكالات، كم في الشهر بيدفعوا مقابل انتفاع رمزي جدا؟ 150 جنيه. الناس وافقت وخرجت من قلب مركز ومدينة بسيون وراحوا في حتة اسمها أرض المصرف، ردموها وبنوها وعملوا وكالات جديدة للخضر والفاكهة. الكلام ده كان من حوالي 4 سنين، لكن فجأة جهاز مدينة بسيون خاطب أصحاب الوكالات وقال لهم لو سمحتوا احنا هنرفع الإيجار ل5000 جنيه، والإيجار مع زيادة سنوية 15%. 5000 جنيه كانت بالفعل كفيلة بإغلاق أبواب هذه الوكالات. ما هي مش 5000 لوحدها، احنا عندنا عمالة ونظافة وبوابات وكهرباء وغيرها من المصاريف الهامة جدا اللي بيتحملها أصحاب الوكالات، ومحدش قدر يتحمل. الناس اتجهت على الفور لإقامة دعوة قضائية بالورق اللي معاها، وصدر حكم قضائي ب5000 جنيه سعر المتر للتمليك. يعني القضاء أمر إن المتر يتم تمليكه لأصحاب الوكالات من جهاز مدينة بسيون، ومن يومها ومحدش بينفذ الحكم القضائي. يروحوا على جهاز مدينة بسيون يقولوا لهم روحوا على المحافظة لاستصدار قرار بتفعيل الحكم القضائي، يروحوا المحافظة يقولوا لهم ارجعوا تاني لجهاز مدينة بسيون هو المختص بهذا الأمر. باختصار، لا أحد يريد الالتزام بتنفيذ الحكم القضائي الصادر لأصحاب الوكالات، وكالات الخضر والفاكهة في مركز ومدينة بسيون. لازم نتحرك فورا لتنفيذ الحكم القضائي الصادر لأصحاب الوكالات بتملكهم أراضي هذه الوكالات في أرض المصرف خارج مركز بسيون، والمتر ب5000 جنيه. ده حكم قضائي وواجب النفاذ. ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان. انتظرونا غدا الأحد الساعة 7 مساء وحلقة جديدة من برنامج حضراتكم الجدعان ريل استيت، اللي بيقدم لحضراتكم الجدعان في السوق العقاري المصري.